اهلا بكم في توتوريال رقم 18 في شابتر رقم 2 في تراسز. هنستخدم النهارده 3 دي تراس. في مثال اللي قدامنا عندنا ذا ممبر اوف ذا 3 دي تراس بيوضح لك ان الكروس سيكشن بتاعه عباره عن مقطعه مساحته 15 سنتيمتر تربيع ومصنوع من الستيل، وعاوزك تحسب قوه الديفليكشن والاستريسز والرياكشن. في المثال اللي قدامنا عندنا مجموعه من الممبرز لها مسافات معينه بالنسبة للاحتساسيات في اكس واي وزد، وعليها لود ب 2 كيلو نيوتن. نبدأ نخش على برنامج الانسز وازاي نبدأ نتعامل الكلام ده معاه. نخش نفتح الستاتيك ستراكشر. الماتيريال عندنا خلاص ستيل ما متعرفه. نفتح الديزاين مودلر. بعد كده نبدأ نعرف اليونتس. شوف المثال اللي عندنا، اليونتس هنا عند شغالين بالمتر، ادي المتر تمام. ونبدأ نعمل بوينتس الأولانية ونعمل مانوال انبوت. المسافة في الاتجاه الأولانية ده في اتجاه الزد 1.5، وفي الواي والزد قيمتها بزيرو. يبقى انت هتحط هنا 1.5 ونعمل جنريت. والنقطة التانية عبارة عن المسافة في اتجاه الاكس 2 وفي الواي والزد بزيرو. ادي 2 وجنريت ونعمل نقطة كمان. واحد ونص في الاتجاه واي وفي الواي والزد، نلاقي النقطة رقم دي. واحد ونص في الايه في الواي. واحد ونص نعمل جنريت. النقطة اللي بعد كده في اتجاه الواي في اتجاه الزد سالب 1.5. ونعمل جنريت. نبدأ نعمل زوم شوية على الجسم ونعمل كونسبت لاين. نبدأ نوصل الكلام ده. عندي النقطة دي للنقطة دي، وعندي نعمل جنريت، وعندي النقطة رقم 2 بدي. نقطة رقم 3 ونعمل جنريت. نعمل ابلاي الاول بعدين نعمل جنريت، وبعدين ندخل الكروس سيكشن بتاعها. نشوف مساحة المقطع بتاعته كانت من كام. قيمة مساحة المقطع كانت 15 سنتي، يبقى نحول اليونت لسنتي. ومديك المساحة بتاعتها ب15 سنتيمتر تربيع، يبقى الار بتاعتها ونص القطر بتاعها عبارة عن 2.185. انتر. ندوس جنريت. نعرف اللاين. نبدأ نعمل كروس سيكشن نعرفه. نعمل جنريت ونعمل فيو ليه عشان يظهر المقطع بتاعنا. يبقى انت كده خلصت المهمة بتاعتك في الجزء الاولاني في الديزاين مودولر. ونقفل ونخش على الميكانيكال. نبدأ نحط له الباوندري كونديشن والحمل اللي مأثر عليه. أول حاجة الماتيريال اللي عندنا متعرفة اللي هي ستراكشر ستيل، مفيش أي تغيير. تاني حاجة هنبدأ نعمل جنريت مش. ممكن تحول الجنريت مش دي اللي أنت ممكن تعمل إليمنت سايز على حسب، ممكن تديله إليمنت طول معين أو ممكن تديله نمبر أوف ديفيشن اللي أنت عاوز، نمبر أوف ديفيشن 1 أو 2 على حسب الاختيار بتاعك. فهنعمل هنا جنريت مش. نعمل الباوندري كونديشن فيكس سبورت عند النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. نعمل ابلاي ونعمل هنا اللود عند النقطة دي، ونعمل ابلاي في الاتجاه الكومبوننت في اتجاه الواي ب2 كيلو نيوتن. يبقى هنا سالب 2 × 10^3، ويبقى كده احنا عملنا الباوندري كونديشن. نعمل سولف ونشوف هو طلب منك ايه. طلب الديفليكشن عند النقطة ايه والستريسز والرياكشنات. يبقى نعمل هنا التوتال ديفورميشن او الدايركت ديفورميشن عند النقطة دي في الاتجاه واي، وممكن نجيب كمان البروب، نجيب الرياكشن
ونبدأ نجيب تول بيم، البيم تول، ونجيب البندنج ستريس. سولف زي ما احنا شايفين قيمة البندنج ستريس و الديفورميشن وقيمة الرياكشنات. بكده بقى احنا خلصنا المساعد رقم 18 في 3D تراس، وان شاء الله نلتقي في السيشن القادمة.